السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو قبل ما نبدا بغيت نشكركم بزاف على التعاليق الزوينه اللي خليتو ليا الفيديو اللي فات وكنقول لكم شكرا لكم بزاف, بزاف بزاف يا الزوينات يا الفنات <applause> المهم البنات اليوم غنشارك معكم المخنفر بزاف البنات عجباتهم الحرشه واليوم قلت غنشارك معكم المخنفر كما شفتوا درت جوج كيسان ديال الفينو او السميد الناعم درت جوج كيسان ديال الدقيق او الطحين المهم البنات شوفوا كنخلط كل شيء مزيان مزيان غادي نضيف معلقه ديال الملح معلقه صغيره ومعلقه ونص او لا معلقه على حسب نتوما السكر كتبغيو بزاف ولا لا انا درت معلقه وربع ديال السكر ومعلقه عامره مزيان ديال الخميره لحقاش دابا الجو بارد غندير معلقه عامره ملي تيكون الجو سخون راه كديروا على حساب الجو غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميرة الحلوة او لا خماره وحده البنات اللي في المغرب خماره صافي كنخلط كل شيء مزيان مزيان اليوم غنشارك معكم هذا المخنفر بالطريقه العاديه التقليديه يعني ما فيه لا بيض ولا حليب كيجي زوين بزاف بزاف ميمكنش تجربوه وما يستقش ليكم غادي نضيف معلقه ديال الخل بغيتو ديروها دابا بغيتو ديروها حتى ملي تبداو تخلطوا بداو ديروا تضيفوا في الماء ديروها اللي بغيتو انا درتها دابا باش ما ننساهاش حيت شحال من مره كنساها وضروري خصو يكون هاد الخل باش المخنفر كيجي كي مفشفش وزوين صافي غادي نضيف الكاس الاول ديال ديال الماء المدافى دافي بحال الماء اللي كنعجنوا به دافي قريب البروده ماشي سخون بزاف صافي كنبقى نجمع بغيت البنات تخدمو الطراب ديروه انا ما كندير لا طراب لا لا حتى حاجه لا خلاط لا حتى حاجه غير كا هاكا وصافي كنجمع كيكون بهذا الشكل هذا شوفوا البنات واخا يكونوا في ديك الكويرات ماشي مشكل مهم غير خلطو مزيان وصافي واخا يكون بهذا الشكل هذا كيجي زوين شفتو انا فيا منطحنوا باش ما يبقاوش دوك الكويرات ولكن عادي جدا واخا تكون تيكون خفيف ما تيكونش ثقيل بزاف وما تيكونش عاوتاني هاكا خفيف بزاف بحال البغرير فهمتو تيكون هاكا سائل ولكن ماشي خفيف بزاف بحال البغرير وماشي ثقيل بزاف صافي من بعد غادي نغطيه وغادي نخليه غير يخمر شويه ورجع لي راه فيه الخميره كثيره راه دغيا غادي يخمر المهم ما غاديش نخليه بزاف غير كيبان لي دار داك الفقاعات صافي كنبدا نطيمو نطيبو مباشره صراحه البنات راه زوين بزاف بزاف والله كي شي مرات كيكون ما فيه لي بالبطبوط وما تيبقاش لي الخبز باش نفطرو كنقول غندير غنوض نصايب هذا المخنفر هذا دغيا كيوجد وكيجي بنين وخصوصا تيبغيوه ليا في الصباح يفطرو به مهم انا ولادي تيبغوه بالعسل ولكن انا وراجلي تندير هكا العسل تيعجبنا بالزبده والعسل كيجي كي بنين غير كيخمر يخمر لكم بهذا الشكل هذا ماشي عاوتاني تخلوه بزاف لا صافي كنخلطو كنحيدو دوك الفقاعات بحال هكا صافي البنات بغيتو ديرو الطراب اليدوي ديروه بالحق الخلاط بلا ما الخلاط الكهربائي صراحة راه ما غيجيكمش زوين ديروا يا اما الطراب اليدوي او اللي يديكم باش يجيكم هاد المخنفر ديال زمان يعني زوين دابا زادو بداو كيطوروا فيه ودكشي ولا ما صراحه ما كيجيش زوين خاصو ضروري يجي بهذا الشكل اللي غتشوفوا يعني ما يكونش هكا رقيق بزاف يكون هكا شويه كيتنفخ المهم البنات خديت المقله سخنتها البنات اللي ما عندوش هاد البلانشي دير مقله عاديه يدهنها مزيان دهنوها بالزيت فغيجي زوين في المقله العاديه يعني تياخذ الدوره ديال المقله هنا كما كتشوفوا راه كيجي من الجناب ماشي خيد الدوره ولكن ماشي مشكل انا كندير الحاجه اللي غادي تس... زعما اللي غادي تسهل عليا ما... المقله كتشد لي يد غتبقاي ديري بالوحده بالوحده اللهم هذه كندير ثلاثه الا كانوا صغيورين كيجيوني ربعة صافي كندهنوا المقله بالزيت مزيان ومن الفوق الرش الزيت مزيان البنات باش كيجيكم زوين المهم كان نرش هكا الزيت صافي غير كيبان لي بحال بدا كينشف وبحال غيبدا يدير لي داك الفقاعات صافي كنقلبها المهم راه مره مره, مرة كنطل هكا واش تحمرات بالنسبه للمقله ما تجهدوش عليه المقله باش يطيب لكم من الداخل حقاش لطاب طاب من الداخل راه كيجي زوين لا الا جهدتوا عليه المقله راه غيطيب لكم من برا يتحمر والداخل يبقى خضر المهم البنات ضروري كنبقاو نرشوا هكا شويه الزيت باش كيجي محمر وكيجي زوين انا صراحه كنحمرهم بغيتو ديروها هاكا اللون مذهب ديروه نتوما والاختيار ديالكم المهم يجي زوين ويجي بطريقه ناجحه كما قلت لكم اما محمر او لا ما محمرش من كل واحد شنو كيبغي صافي كما كي كتشوفوا كندهن المقلم مزيان بالزيت وكنحط المخنفر كما كنحاول هاكا نقادو كما قلت لكم في المقله راه كيجي واخد شكل دائري يعني كيجي على حساب داك الجناب ديال المقله كيجي زوين تا هكا زوينه البنات كما كي كتشوفوا كيبدا يتنفخ ضروري باش ينجح معاكم كتشوفوا هكا تنفخ شويه ماشي بزاف ولكن كيتنفخ ملي كتقلبوها كتنفخ شويه صافي عرفوا راه المخنفر نجح معاكم كما قلت لكم البنات الماء ما سخون بزاف باش كيف ينجح يكون نافي بحال الماء اللي كنعجنوا به في كنعجنوا كنديروه كن في العجينه صافي كنبقى نرش الزيت كما كتشوفوا من بعد كن ملي وكان قلبهم وبالنسبه للمقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف بالتفصيل باش يجي ناجح صافي جربوه البنات راه كيجي زوين بزاف بزاف صراحه زوين هكا الفطور كندوبوا الزبده تكون مزيانه الزبده ديال الماكله كنضيف لها العسل صافي وكن ومن بعد كنرافق بواحد زلافة صغيره فيها العسل اللي بغى يزيدو العسل وداك الشيء صافي صراحه كيجي زوين في الفطور خفيف كيجي حسن من البغرير صراحه وساهل ساهل وغادي يصدق ليكم يعني ماشي بحال البغرير يقدر يصدق يقدر ما يصدقش هذا صراحه زوين بزاف بزاف البنات جربوا الحرشه وقال هي صدقات لي صدقات لينا وجاتني زوينه قلت غنشارك معكم حتى المخنفر ان شاء الله يعجبكم وخليو لي في التعاليق واش نجح معاكم او لا لا المهم تيكون هذا هو الفطور ديالنا الدراري درت شويه البانكيك صافي حطيت شويه المسمن كان عندي سخنته وحطيت هاد هاد المخنفر هذا صافي الصراحه كيجي زوين هكا كيدوز في الفطور يعني عاوتاني ديما الخبز الخبز وداكشي فقلت هكا ها نبدل هاد البراونيز هذيك درتها في الليل صراحه شريته جاهزه ما غير كما نهار الخميس كل شيء كان ما ما خدامش هذا النهار الثاني هذا الجمعه حتى راجلي ولادي ما كانوا ما ولادي مقارينش وراجلي ما خدمش الجمعه عطاو الخميس والجمعه انا كانوا عطوني غير الخميس وهذا النهار اللي هو كان الجمعه خرجنا صافي من بعد مشينا لهوم جولد دابا صورت لكم دابا نشارك معاكم دابا غتشوفوا في الفيديو شنو خديت الصراحه فين ما كنت كنمشي ما كنلقاش داكشي اللي بغيت فدابا الاعياد قلت غادي يكونوا حاطين داكشي كثير وبصح نيت تبارك الله الخير عطا الله جميع الانواع اللي ما حاطينهم صافي كما كتشوفوا البنات هذا هو المخنفر شوفوا كيفاش كيجي كي راه كيجي بنين بزاف 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 كيجي فن البنات كيجي لذيذ كيجي حسن من البطبوط أحسن من البغلير صراحه وجمعهم بجوج المهم البنات هنا كما كتشوفوا معايا فطرنا سالينا الحمد لله صافي خرجت هكا مشينا ل... مشينا الهوم جودز قلت ضروري نصور لكم أه واخا كما كتعرفوا دابا مع هاد الاعياد راه تكون عندي الخدمه كثيره وما كنساليش وليت دابا كنخرج حتى الوحدة صراحه ديك العام فاش فاش خدمت معاهم ديك العام راه ما كانوش كيخرجونا الوحده الا إيه تعطلنا ل 11 ونص او ل 12 هذا العام هذا شفتهم زعموا شويه <applause> ولو يخرجونا حتى الوحده يعني ماشي انا سطور كامل يعني حتى الماناجر كل شيء كل شيء تيم كامل كيخرج حتى الوحده صافي قلنا ماشي مشكل لي اذا اذا عمت هانت يعني كل شيء كيخرج حتى الوحده ماشي بحال 12 بحال 11 بحال الوحده مهم الله يجيب الخير وصافي كما كتشوفوا جيت الـ جيت لهوم وقلت نصور لكم لحقاش كما قلت لكم هذه الايامات ما بقيتش كنصور لحقاش ما بقاش عندي الوقت بزاف وقلت ما فيها بس جاية جاية نتقدر نصور للبنات ضروري نصور لكم حيت هاد الايامات كت يوم كل يوم تنحط فيديو دابا البنات تيصيفطوا ليا في الغبرتي عاوتاني كما بغيتي تغبري المهم البنات راه كل واحد وظروفه يعني راكم عارفين الغيب حجتو معاه المهم خديت هذا البلاطو هذا راه عجبني الصراحه الصينيه كيعجبوني الصواني كيعجبوني اي حاجه غادي نحتاجها في اتاي كنمشي نجريها المهم غادي من بعد غادي نشارك معكم هذا الشيء كيحمق البنات هاد الطباصل هاد الشيء اللي فيهم الجولد راه في الايامات العاديه فاش كنجي كنلقى غير حاجه حاجه من الحاجه يعني ما كتلقايش شي ثلاثه اربعه خمسه سته هكا تلقاي يا اما حاجه يا اما جوج وفي خويت لهم هنايا البنات المهم <applause> تمشيو نوريكم شنو خديت اجا اناس المهم هادشي ديال هاد اللون هذا واخا ما عنديش معاه هو زوين صراحه كاين ما عنديش معاه بزاف اللي عندي معانا اكثر يا هو هاد الذهبي كنشري ربعة ربعة من الحاجه يعني كنشري غير لينا حنا انا ما عندي لا ضياف لا غيجي عندي حد لا حتى حاجه لا شريت كنشري زعما لينا حنا للاستعمال اللي غنديرو حنايا يعني فهمتوا داكشي علاش كنشري غير ربعه من الحاجه ما كنشري زعما 8 ولا شي حاجه لحقاش الا شريت هادشي راه كنشري غير باش كنحطوه لينا حنا وفي ما كنشري شي حاجه كنقص عليه داكشي القديم كنحيدو داكشي اللي ما بقاش عاجبني تنحيدو صافي هادشي هنا البلاصه داكشي ديال الابيض كل حاجة عندها الصراحة الناس كل أدواق يعني كاين اللي كيبغي داك بيض عادي كاين اللي كيبغي الجولد كل واحد اش كيبغي ايه صافي البنات كما كتشوفوا صراحة تبارك الله تبارك الله تبارك الله حاطين معن بزاف وتصوروا فاش فاش هكا كانت قدك المشي كيبان جيبين بليس لي مازال جايبين تيحطوا تيعمروا البلايص اللي خاويين وخا انا كانوا معايا ولادي وكان راجلي ما درتش بزاف وكان تابعني بزاف شي حاجه كنت بغيت شي حاجه واحد الغرض كنا بغينا يعني ما بقيتش كندور بزاف مشيت مباشره خديت داكشي اللي بغيت ناخذ صافي درت الدوره هكا خفيفه وصافي ومشيت قضيت الغرض اللي كنت بغيت ندير يعني ما كانش عندي الوقت باش غنصور لكم كل حاجه بحاجه وهاد هوم قلت بعيد عليا يعني ماشي قريب ليا ما كنزعمش نمشي ليه بزاف لحقاش بعيد صافي هنا كما كتشوفوا البلاصه اللي فيها هادو الصراحه بزاف البنات تيحماقوا على هاد هاد الجولد هذا ايوا صافي هاد الشيء اللي كاين كما كتشوفوا هنا بلاصه ديال العود واحد غنديكم بلاصه ديال الزاج يعني غير غير دايزه وكنصور كيف ما كتشوفوا هذه هي البلاصه ديال الزاج الزاج وفيه الجولد فن هادشي البنات غزال صراحه زوينين اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها هنا الصراحه هوم جولز كيجيبوا فيه داكشي الفن و شي حاجه ما كتقدروش تلقاوها بزاف شي بلايص اخرين كاين في مارشلز كاين في فروس كيجيبوا ولكن هوم جولز كيجيبوا الكثره وكيجيبوا داكشي زوين المهم البنات غادي نخليكم تشوفوا هذا الشيء ديال الزاج ومن بعد غنرجع لكم صافي زعما البنات ما صورتش لكم بزاف راه حاطين بزاف ديال الماعن والبلاصه ديال الهنود حتى هي تيكونوا دوك المنتجات دوك دي الماعن ديال الهنود ودك دي الشيء تيحطوا دك الشيء زوين صراحه صافي هنا كما كتشوفوا دغيا رجعنا للدار يعني تقريبا ما المك... كاملش ساعه درت انا دغيا دغيا يعني واحد واحد الوقت قصير بزاف يعني مشيت مباشره لدك الشيء اللي بغيت هزيتو وخ... خلصتو وخرجت يعني ما بقيتش كندور صافي كما كتشوفوا هنا غتشوفوا معايا رجعت للدار بغيت اول حاجه نوريكم هو لي هذا الكوفر اللي هذا خديته من من هوم جودز. صراحه زوين بزاف داير تقريبا 80 دولار زوين بزاف هذا عجبني صراحه كيعجبني هكا شي لون هكا يكون مفتوح ديال بيت النعاس ما الالوان مغلوقه خديت حتى هذا الكوفر اللي هذا حتى هو نفس الثمن يعني تقريبا الثمن ديالهم بحال بحال كما كتشوفوا 80 دولار بجوج دايرين 80 دولار لا هذا لا نفس الثمن غير هذا في غير جوج مخدات لاخر فيه بزاف هادشي الشيء اللي كما كتشوفوا دزنا الات هوم خديته من ات هوم هذا المخده هذا وحتى نوريهم ليكم في فيديو اخر خديتهم من آتهم صافي دابا غنوريكم الماعن وغنوريكم داكشي اللي خديت داكشي الجولد صراحه كيحمقني هادشي ديال الجولد وديما كنبغي نشري بحال كما قلت لكم ولكن ما تلقاش بزاف تلقاها كل حاجه منها حاجه جوج ثلاثه وتندير بالناقص خديت البنات هاد الاباجوره هادي كما كتشوفوا صراحه شي حاجه هكا مختلفه يعني خديت بغيت نبدل شويه على الاباجورات الاخرين خديتها ب 50 دولار للوحده كاين هذا الشكل وكاين شكل اخر داير صافي انا خديت هذا هذا الشكل هاد هذا حيت قريب لذاك الجولد اللي كاين في بيت النعاس صافي من بعد نوريكم هاد البلاطوات هادو خديت تقريبا شي ثلاثه الاشكال ديال البلاطوات وكل كل بلاطو خديت من جوج يعني كل شكل خديت من جوج صافي بغيت نحيد البنات شهوتي من هاد الجولد لحقاش مني جيت وانا كنقول غادي نشري غادي كنشري ولكن كنشري مثلا اي حاجه جوج ثلاثه اربعه فهمتوا كن كنت كناخذ هاكا خديت واحد الطباسر فيهم الابيض والجولد كنت خديت قله سته دابا قلت غادي نشري كاع داك الشيء اللي عاجبني يعني كاع داك الشيء اللي لقيته وعجبني خديته بغيت نحيد الشهوه حيت الحاجه لما لا ما شريتيهاش كتبقى ديما كتضرك في راسك خاصني نشريها خاصني من كتشري عاد كتهناي صافي خديت هاد الطبسيل هذا ديال التورته وبغيت ناخذ لي طباسلو ما لقيت لقيت غير جوج الطباسلو اللي تيكونوا معاه بحال هكا في الشكل ديالو هما صغار صافي خديت هاد البلاطو كما قلت لكم هاد الصينيه هادي كنحمق على هاد الشيء هكا ديال اتاي خديت هادي هادي ديال الهنود زوينه الصراحه ثقيله يلا كنت شاركت معاكم كنت خديت وحده من نوروس ولكن هذه عجباتني هذه 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 ثقيله على خفيفه شويه هذه دي زوينه زعما احسن من الاخرى صافي قلت هي ناخذها صافي خديت هذه الفراقه كما شفتوا وخديت هاد جوج طباسل هما اللي قلت لكم خديت هذاك هذاك الطبسيل الاخر ديال التورته كما كتشوفوا خديت ليها لقيت غير هاد جوج ديال الطباصل صافي ما لقيتش اربعه كما قلت لكم فالاغلبيه كنشري اربعه اربعه من الحاجه الا لما ما لقيتش اربعه كنشري ثلاثه ولا ولا اقل صافي خديت هاد ثلاثه القلوبه كنت بغيت اربعه لقيت غي ثلاثه لقيت واحد في البيض البيض بحال هاد الشكل هو على شكل قلب لقيت غير واحد الصراحه خديت هاد الزليف هادو هادو متوسطين هادو ما كبارش وما صغارش هادو ربعة بعشرة دولار كاينين بحال هادو شتهم البارح فروس وبالمعالق ديالهم فنين شتهم قلت صافي خديتها هادو يعني ما كتبش ناخدهم هما فيهم المعالق زوينين خديت هاد البريق هذا صراحة خديت جوج ديال الاشكال خديت هاد الشكل هذا زوين بزاف وخديت شكل اخر عرفتي حاطين هاكا هاد البرقان هادو في الاشكال والانواع يعني اي شكل بغيتي غتلقيه طوال الصغار الكبار زوينين الصراحه حتى الاشكال كاينين بزاف خديت هذا الشكل هذا تا هو زوين وخديت هذا الطبسيل هذا الطويل الصراحه دا خديت غير واحد هذا كي كي فيها... كيجي فيه هكا البيض كيجي فيه كيتحط فيه بزاف ديال حوايج التمر كيتحط فيه صراحه زوين بالحق خديت غير واحد خديت هاد الزليف هادو حتى هما هادو ما هادو غير صغار خديتهم هكا الحريرة ان شاء الله رمضان خديت ربعة بعشرة دولار خديت هادو وخديت وحدين كبار راه ما مصورينش انا تنعاود نصورهم ليكم صافي خديت الطباس اللي كنحتاج خديت هاد الفراقة هادي كما كتشوفوا فنة هادي زوينة خديت هاد البلاطو هذا لهذا التبصيل هكا تا هو ديال التورطات <سؤال> تبغي تحطي فيه الحلوه تبغى تكوني هكا تصيبي شي حاجه مربحه دير عشرين دولار تبغى تصيبي هكا شي حاجه مربعه وتتخمي خاصها شي حاجه هكا هذا زوين صراحه صافي وهاد الكيسان هادو خديتهم من القهوه خديت هادو على حساب هذاك البريق البرقان اللي خديت خديت اربعه واحد بخمسة دولار هذا عندي طباسلو الطباسلو كنت مش شحال هذه بحال هاد الزواقه اللي فيه عندي الطباسل ديالهم صافي خديت هاد الطباسل هكا هكا الاستعمال اليومي كنحتاج هكا كنبغي نحط ليهم شي حاجه هكا فيها شلاضه شي حاجه كنبغي نحط شي حاجه مثلا تل... تلقى الطباسل كبار عندي ما عندي الصغار صافي خديت هاد الطبيسل هكا الشلاضه حتى هو ولا الحلوه مهم كاين اشكال وانواع الصراحه اشكال وانواع هذا خديته ب 13 دولار خديت هادو ديال الزاج هادو ندمت علاش ما خديتش لهم طبسيلهم الكبير خديت هاد الصغار خديت بقرا 4 ومع 5 وندمت علاش ما خديتش ليهم تبصيرهم الكبير حتى جيت لهنا قلت نقول لكم ايه خديته كوني خديته دابا باش ترجعي تاخدي بعيد عليا هم قلت بعيد بزاف يعني ما قريبش ليا صافي كما كتشوفوا خديت وقيله خمسة صافي وخديت هذه اللي غنوريكم دابا هذه خديتها على حساب العسل هكا العسل والزبده صراحه فن معايا ديالها زوينه دايره 8 دولار خديت هكا بغيت نحط العسل والزبده نحطها نحطو في هذه صافي وخديت هاد الطباصل هادو حتى هما زوينين صراحه بغيتهم من الشلاضه هكا ويجيو مع نيت مع دوك الزليف خديت لهم الزليف ديالهم يجوا حتى مع الزليف صراحة صافي راه بزاف البنات عرفتي راه تبارك الله خديت خديت بزاف لكم ليكم زعما حشمت صراحة ما تنحشمش انا والله العظيم مشيت الروس وخديت عرفتي روس البنات اللي حداها روس مشي لي حاطين فيه بحال هادشي والله العظيم هو ماشي بالكثره ديال هوم جودز ولكن راه حاطين فيه بحال هادشي لا الزليف لا البرقان لا كلشي حاطين فيه سيروا البنات اللي حداها روس كيبيع هكا شويه رخيص على على هاد الهوم جودز وفيه كل شيء حتى هو دابا في الوقيته كيحطوا العجب يعني كل شيء فيه صافي البنات دوما المعنات يعني اللي خديت ومازال غادي نوريكم واحد الشكل اخر تا صورت وصافي بديت كنجمع في الميكات وهداك الشيء الزبل اللي درت هادو راه لقاو واحد راه باقا ما كملتش لكم التصوير عاوتاني جبت بديت كنصور هادو البنات اللي غتشوفوا هادو راه نسيتهم تا صافي جمعت كل شيء حيت الكاميرا وكل شيء وانا نلقاهم هذا على شكل شجره تبصير على شكل هذاك داك الجدر ديال الشجره اش يقولوا لي المهم على كل شجرة وصافي راكم فهمتوني شنو بغيت نقول وخديت لي تواصل ديالو صغار خديت ربعه طبيس صغيورين هكا معاه حتى هو الشكل ديالو زوين الصراحه شي حاجه مختلفه وهنا البنات كما كتشوفوا بغيت نوريكم هاد الاباجوره هذه او لا ولا ما المهم عرفتش شنو سميتها بالضبط المهم الشكل ديالها مختلف وزوين صراحه شي حاجه خفيفه وزوينه و... وحتى الكوفرلي جات معاه جات مع الناموسيه مع الكوفرلي صافي صراحه زوينه شفتو البنات في الفيديو كاين تشكلها هكا حتشكل الشكل داير زوين يعني شي حاجه مختلفه كما قلت لكم دايره 50 دولار المهم هنا رشا على غير وحده ملي كنشعل هذه مع الثانيه اللي حداها من اللي راه كيعطي واحد الضو زوين بزاف هنا رشة على غير وحده صافي صافي البنات هنا كما كتشوفوا هنا كنصيف في البسطيله اليوم قلت غندير لهم بسطيله للغدا صراحه شحال ما بقيت درت بسطيله ديال الحوت مني كنت في الدار الاخرى يعني من نهار جيت لهاد الدار عمرني درتها المهم هنا درت كل حاجه هنا هذاك القشره ديال درست درتها تما طلق شويه باش ندير فيها الشعرية الصينيه درت الزبده كطيب هنا هاد الفطر مع شويه دي كندير فيه ضروري كندير واحد شويه ديال ديال الفلفله حمراء كتعطي واحد المنظر وكتعطي واحد المذاق زوين صافي هنا الحوت شرملت داكشي من بعد ما حتى كن كندوزو بشويه ديال الزبده عاد كنشرملو هاكا كل حاجه كنديرها تقريبا دقيقه القمرون ولا الكالامار هكا في الزبده شويه صافي من بعد كنشرملو كما كتشوفوا انا بغيت نوريكم غير الطريقه اللي كندير ديال ديال الورقه اما البسطيله تقريبا كلشي كيعرف يصايبها واليوتيوب عامر آه وداكشي انا بغيت نشارك معكم غير واحد البنت قالت لي ما عرفتش أشمن ورقه غادي ندير البسطيله ما كتصدقش ليا وشي بنات قالوا لي كنديروا الورقه ديال الشينوا هذيك اللي كنصايبوا بها البريوات صراحة أنا من غير هاد ورق الفيلو ما كيعجبني حتى حاجة الحق جربت بالورقة ديال الشينوا قلت لكم ديك المرة ما كتجيش مقرمشه ورطبه كتجي هكا شويه بحال ناشفه بحال قاصحه ما انا بعدا ما عجباتنيش كاين البنات اللي كتجيهم زوينه انا ما عجباتنيش انا الصراحه كتعجبني هاد ورقه ورق الفيلو هو اللي كيعجبني في البسطيله من ورا الورقه ديالنا ديال المغرب اللي كتجي زوينه ثاني حاجه في زعما المرتبه الثانيه هي هاد ورق الفيلو والصراحه ورق الفيلو كيجي حسن كيجي زوين بزاف كيجي مقرمش وساهل المهم البنات غير هو الزبده باش يجيكم تجيكم بستايل زوينه ومقرمشه الزبده ضروري كتذوبوها وكتحيدوا منها هذيك الحليب بحال هكا بالمعلقه نتوما كتدوبوا كتجمعوا داك الرغوه اللي كتكون ديال الحليب كتحيدوها باش حيت هذيك الرغوه هي اللي كت كت, كت بحال بحال كتطلق بحال الماء في البسطيله وما كتجيش مقرمشه فهمتوا البنات او لا لكن شي شي هكا شي زبده تكون هكا زوينه استعملوها المهم راه ما درتش الزيت نهائيا درت غير الزبده صافي كناخد هكا الورقه وكندهن وكنحط باش كتعجبني ورقه الفيلو ما كتبقايش مضاربه معاك كيف ما حطيتيها كيف كتجي واخا تقطع واخا ديريها عوجه واخا صافي غير ملي كتبداي تلمطي هكا وكتجمعي وكتقادي البسطيله صافي كطيب ما كيبقاش يبان هذاك هذوك هذاك التخربيق اللي كيكون فيها داك التقطاع وداك اللاك المهم انا راه ما كان ما كنهزش ليه الهم صافي كنهز وكنحط يعني ماشي كنبقى نقادو داكشي راه هو كت تقسموا الورقه النص كديروه كتحاولوا ديروا قد اللي درتوا لتحت قد اللي درتوا الفوق فهمتوا البنات ما تبقاوش تكثروا تبقاو تحطوا ورقه فوق ورقه فوق والفوق تحطوا غير شويه صافي هنا كما كتشوفوا كن كنقسم كاد... هكا هاد الحوت وداكشي الشعريه كنحاول نهز الشعريه هي الاولى باش نسرحها مزيان عاد كنهز هاد الحوت كنبقى نقاد البنات الجناب ديرو في الجناب ضروري ديروه في الجناب باش ماشي الوسط يجي يجي فيه الحوت والجنب يجو خاوين تحاولوا تقادوا من راه من بعد غادي نقاد مزيان الجناب صافي وغادي نكمل صراحه كتجي زوينه بزاف كتجي فنه أه صافي هذا الشيء كاين يعني شي حاجه اللي ساهله من بعد كناخذ كن هداك الحوت الابيض كنديروه من الفوق كما كتشوفوا باش يجي هكا باين باش مني الواحد هكا يبدا ياكل ما كيجيش مخلط اصلا هاد الحوت الابيض هاد الفيلي هذا الا الا مشيتي تا خلطتيه صافي دغيا كيتفرسد كي ما كيبقاش هكا الطروفا كيبانو فمن الاحسن حتى الاخر حتى كتصايبو كلشي وكتقادو كديروه من الفوق باش كيبقى باين وما كيتفرسدش بزاف من بعد البنات كنعاود ناخذ الورقه كما قلت لكم واخا تقطع واخا ما تكونش مقاده المهم حاولوا غير تق... غي تعمروا هكا الجناب ماشي تبقاو ديروا الورقه غير الوسط صافي كتبقاو تدهنوا شفتوا هذه مقطعه كاع وما غاديش تبان كتبقاو تدهنوا بالزبده وكتحطوا في الورقه كتدهنوا بالزبده صراحه هذه النوعيه زوينه هذه هاد هاد الورقه هذه زوينه بزاف البنات ديما الورقه رقم ربعة باش تجيكم مغليداش وتطيب مزيان وفي الفران فاش بغاو تحطوها في الفران ضروري كتنقصوا عليها باش تطيب الورقه مزيان طيب حتى من الداخل صافي غنكمل بهذه الطريقه هذه وانا كندهن هكا بالزبده ضروري فيما كتحطوا ورقه دهنو بالزبده من بعد غنظلم مط كما كتشوفوا كتبقاو تهزوا وتخشيو هذاك هذوك هذوك اللي شيطين كتهزوا وكتخشيو هذيك الورقه اللي شيطه كما كتشوفوا ساهله بزاف يعني شي حاجه اللي ماشي غير ساهله اكثر من ساهله صافي كتبقاو تهزو كتخشيو الورقه حتى كتكملو صافي من بعد كدهنوها مزيان بالزيت وكدهنو حتى الجناب صافي ها هي وجدات صراحه كتجي زوينه صافي من بعد غادي نطيب ندخلها الطيب في الفران بالنسبه للفران تنقصوا عليها ما كتجهدوش عليها الفران تنقصوا باش طيب حتى من الداخل من بعد ما كملت غادي نوريكم الورقه هذه هي الورقه اللي درت البنات هاد القواص المحلات العربيه درت الستايل العربي طيب. غتكون فيه عم ما شنو قطر ليا واش الزبده واش شي حاجه المهم لقيتها مخويه لتحت عرفتي دارت لي الدخان سير ما نعاودش لكم اش دارت ليا صافي كما قلت لكم كنقوس عليها وكنخليها كطيب من بعد كما كطيب غنوريكم الشكل النهائي من بعد ما طابت كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا الصراحه كتجي محمره كتجي فيها واحد اللون هكا ذهبي كتجي فنه البنات صافي كنتمنى تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم واخا ما شاركتش معكم الوصفه ديال البسطيله بالحق راه كلشي كيعرف يصايبها شيء مهم مره اخرى ان شاء الله ونشارك معكم ما بغيتش الفيديو يجي طويل داكشي علاش صافي دابا ما بقى لي نقول لكم خليت لكم الراحه ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله وقبل بغيت نقول لكم بالنسبه للتقديم ما لقيتش شي تبصيل كبير لحقاش هاد حيت البسطيله درت تقريبا راه ديال اكثر من عشرة الناس راه كبيره بزاف راه ما شوفوا راه قد هذيك الصينيه اللي كان اللي كنخدم بها كنصيب فيها داكشي البيتزا وداك راه كبيره وما عنديش تبصيل داير ما عنديش هكا تبصيل داير بهذا الحجم هذا فقلت صافي ماشي مشكل راه الدنيا هانيه هنا هنا في, في امريكا راه كلشي تيعرف هنا راه ما, را ما تلقايش دوك الطباسل الكبار قليل فين كتلقيهم قلت غادي نقدم في هاد الصينيه المهم نتوما بحال العائله ماشي مشكل راكم عارفين اللي كاين ايوا صافي ما بقى لي نقول لكم البنات خليت لكم الراحه ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله بسلام عليكم